l'espace de 15 ans, elle a doublé de 500 000 naissances en 2000. Pour la population de 15-59 ans, donc la population active. Ouais, santé de la reproduction, la contraception, pour ne pas avoir... On vu leur fécondité augmenter. Et généralement, c'est la fécondité non désirée. إنجابية والتنظيم العائلي اللي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد هزت بقوة تنظيم وسير مؤسساتنا وهي بلغ عدد السكان سنة الجزائر في هذا جويلية 2021 45 مليون نسمة. فيما يخص عدد الولادات، الحالة المدنية حاليا لم نتحصل على الحجم اللي تم تسجيله بسنة 2020، ولكن راح يكون منخفض نوعا ما، ونحن ننتظر أن يكون منخفض نوعا ما بالنسبة لسنة 2019، راح يكون أقل من 1,014,000 ولادة. فيما يخص الوفيات كذلك، المعدل سواء من جانب الحالة المدنية أو من جانب المسوحات هو في انخفاض ولا يتعدى 20,000 لكل ولادة. فيما يخص الزواج، بعد ما كانت ارتفاع مستمر حتى سنة 2015-2016، حاليا هو يتراجع نوعا ما، وشفنا هذا المعدل اللي فاق 10 زواجات لكل 1000 سكن، أصبح حاليا يقدر ما بين 7 و8 لكل 1000 سكن. وكان هذا ارتفاع الزواجات هو اللي كان عنده أثر على زيادة المواليد، وهنا ننتظر أنه راح يكون في انخفاض.